بحكم العلاقات الأخوية التي تربط بين الجزائر والشقيقة ليبيا، بحكم تدهور الأوضاع أيضا بأراضي هذه الأخيرة، وتجسيدا لقيم التضامن، قررت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية عاجلة. الانطلاقة كانت من ملعب 5 جويلية بالعاصمة بحضور وزير الخارجية الجزائري وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري لتأخذ القافلة مسارها نحو المطار العسكري ببوفريك. تفرض علينا انطلاقا من مبدأ الوفاء لتقاليد التضامن الأخوي الفعال، وأقول واللا مشروط، تجاه الشعب الليبي الشقيق في كامل التراب الليبي. إن هذه الدفعة الجديدة ليست هي الأولى كما تعرفون من المساعدات التي تأتي عقب عدة دفعات سبق للجزائر تقديمها للشعب الليبي، ليست إلا رمزا للود الذي يكنه الشعب الجزائري الشقيق لشقيقه الشعب الليبي. السلطات العسكرية كانت جاهزة بدورها لنقل هذه المساعدات الإنسانية من مطار بوفريك العسكري إلى مطار جانيت تيسكا عبر 3 طائرات عسكرية. نحن في قاعدة عسكرية، وهذا دليل قاطع على الدور الأساسي ليلعب الجيش الوطني الشعبي في العمل الإنساني بالجزائر وعبر العالم، ودوره في إنجاح العمليات الإنسانية الإقليمية والدورية مثل يقتدى به. شارك المحمودة أو الدور المحمود للجيش الوطني الشعبي وقوات الجوية، وستنطلق اليوم هذا ماذا ترون من خلفكم إلى من الجزائر إلى بوفريك، القاعدة العسكرية بوفريك، ومباشرة إن شاء الله ابتداء من غدا أقول جسر الجوي. الساعة كانت تشير إلى 6 صباحا من اليوم الموالي، أين كان الجميع جاهزا من أجل إعطاء إشارة انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية من منطقة تغرغر بجانيت نحو مدينة غات الليبية مرورا بالمركز الحدودي تينالكوم. للإشارة أنه هذه المبادرات ليست غريبة على الدولة الجزائرية، كانت هناك عديد من المبادرات، نتمنى أن هذه المساعدات تنقص شوية على الغبن والحالة الاجتماعية اللي يعرفوها أشقائنا الليبيين. حوالي 100 طن من المساعدات من مختلف أفرشة أدوية إلى غير ذلك سوف تكون بإذن الله غدا، ستتم عملية إسلام وتسليم مع أخوائنا الليبيين الأشقاء بإذن الله. والله هذه القافلة كاستعجال، عملية استعجالية إلى إخواننا الليبيين، وهناك يعني برنامج مسطر مع الهلال الأحمر الليبي، إن شاء الله في الأيام المقبلة سنباشر عدة عمليات لمختلف مناطق الليبية. أربع ساعات كاملة كانت كافية لوصول القافلة إلى المعبر الحدودي تينالكوم، أين كانت فرقة الجمارك جاهزة لجمركتها وفسح المجال لكي يتسلمها الأشقاء الليبيين، على رأسهم رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل طوارق ليبيا وممثل الهلال الأحمر الليبي. ليس لدينا ما نستطيع أن نقوله الآن من كلمات، حتى الكلمات لا توجد ما أن نعبر مدى سعادتنا ومع شكرنا الجزيل لأخوتنا في الجزائر على هذا الدعم المستمر باستمرار لما غير منقطع النظير يعني. وبالتالي احنا لا يسعنا في الفعل في البداية ان نوجه التحية والشكر للسيد رئيس الجزائر رئيس الجمهورية. نشكر الحكومة الجزائرية على هذه البادرة الإنسانية، وليس غريبا على الجزائر، هذه يمكن 6 شحنة من القوافل الإنسانية التي تصل من مدينة غات. نحن نؤكد
أن الشعب الليبي والشعب الجزائري شعبا واحد، تربط اللغة، يربط الدم، يربط النسب. نتمنى أن هذه المساعدات تستمر مرارا وتكرارا لكي نساعد إخوتنا في هذه المناطق اللي تضررت نتيجة الصراعات السياسية داخل ليبيا. طرح مبادرة الحوار الليبي وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة هو أول تحرك رسمي جزائري بشأن الأزمة المتصاعدة في الجارة الشرقية ليبيا، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة عن أي جديد في القضية الليبية.